صباح الخير يا مدلل، صباح الخير ترو برو، وش عمرك ما سبلل هذا. يخرب بيت البام يا والله ضحكتني وانا ما كان ليش نفس اضحك. عيل سمعي هذه يقول لك مره واحد حب وحده كان يقشرها. يخرب عقلك، صحيح انا اسمي شربات بس انت اللي شربات. ايه هو ده؟ ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ زين هين ما وريتش الاولاني وطار مني، والمره دي عاوزه تخسر في الامل الوحيد اللي باقي لي. يصير خير يا شربات، انا والنوى حياتي واوريكي والله. يكونش عندك مشوار ولا حاجه وانا معطلك؟ لا 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 بالعكس، انا ما ورانيش حاجة ابدا. اشلون ما وراك شي يا استاذ؟ هالحين الساعة 6:56، يعني باقي 5 دقائق ويطش الجرس. لازم تروح يا استاذ، لازم. ملك يا ولية، مش شايفانا بنتكلم ولا عايزة تجنن الراجل زي ما جننتي اللي قبله؟ ايه هو ده؟ شنو هذا الكلام من الشوارع والحراس؟ هذا استاذ محترم وانا مربية فاضلة ومؤدبة وجميلة ووشيخة جمال. الجميلة قال اسمعي يا ولية مجنونة، يا إيحة يا تلقيحة، ياللي يبص بوشك الشيطان ويقولك يا أبيحة. مالت عليش جطيعة تجطع هالسلامة سليطح، وسلامة وصلاح وجه وجهك، هذا اللي ما الوجه الصطوفة. وين البنات؟ يلا طفجوا يا بنات طفجوا. حارس يلا هلا هبا، وسلامة هدا وهدا، الف الصلاة ولا الف الصلاة. يلا ادعوا العداوة فيكي، تعالي يلا ادعوا. هذا واكثر تشاهدونه في الفيلم العربي الكبير.